قررت بعض القرى في إيطاليا بيع المنازل بسعر رمزي 1 يورو، وعدد تلك القرى آخذ في الازدياد بعد انتشار الفكرة بشكل موسع. ويهدف هذا المشروع إلى إعادة توطين المنازل التي أصبحت مهجورة بسبب هجرة سكانها الشباب ووفاة كبار السن، إلا أن الإدارات الأولى التي روجت للمبادرة لم تشهد إقبال في دعوات المناقصات. ولكن الوضع يتطور الآن، فهل يمكن شراء منزل بواحد يورو حقاً؟ العقارات المعروضة للبيع هي في الغالب مباني متهالكة وتحتاج إلى أعمال ترميم كبيرة، ولكن من الممكن أيضاً أن تجد منازل تحتاج إلى أعمال أقل، وهي عبارة عن شقق وفيلات وأكواخ لم يسكنها أحد منذ سنوات. في الغالب تباع تلك المباني بالمزاد الذي يبدأ بمبلغ 1 يورو، وتفرض بعض الإدارات دفع تأمينات قد تصل إلى 4000 يورو. هناك بعض الالتزامات الأخرى الواجب أخذها في الاعتبار، مثل ترميم المبنى وسكنه، على أن يتم الترميم دون تشويه المبنى للحفاظ على هويته التاريخية والثقافية. سيتم الانتهاء من الترميم في غضون فترة تحددها البلدية، وهي بصفة عامة سنة واحدة من الشراء. علاوة على ذلك، يجب على المشتري أن يضمن أنه سيتولى جميع التكاليف الإدارية وتكاليف تسجيل الملكية. فهل سعر المنزل هو 1 يورو حقاً؟